طيب عشان الناس اللي بتسأل احنا نيجي ازاي او بنتوه لما بنجيلك، ده شارع رشدة يا جماعة. طبعا في ناحيتين، ناحية كوبري الخشب وناحية الشارع الجديد. الناس اللي بتجينا من الناحية دي او من الناحية دي عادي الاتنين بيوصلوا. انت بتيجي عند شارع رشدي، ده مسجد ابو بكر الصديق، بتخلي المسجد على يدك الشمال زي ما احنا عملنا كده بالظبط، وتدخل الشارع على طول اللي بعد المسجد شمال. يعني تخلي المسجد على يدك الشمال، مسجد ابو بكر الصديق ده في نص الشارع، وتخش الشارع اللي بعد المسجد شمال على طول، هتلاقي المحل زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. انا بس حبيت اصور لكم فيديو كده ييسر عليكم عشان الناس اللي جايه ما تتوهش وهي جايه المحل. ولو انت جيت في اي وقت المحل ولقيته مقفول، ما دام في وقت الشغل رن علينا عادي وهنجي لك على طول. ان ساعات مش طول الوقت موجودين في المحل. السلام عليكم، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي، النهارده في فيديو جديد بتجميع جديده. سبحان الله، انا بجهز الفيديو ده لقيت في كذا حد كتب لي تعليق: يا يوسف عايزين الزد 240 مع كارت الاركس 570. انا اصلا كنت بجهز الفيديو عشان انزله لكم ولقيت ناس كتيره طالباه، فدي حاجه كويسه. ميزه التجميع او جهاز الاستيراد اللي احنا بنعمله النهارده ان الجهاز ده حلو قوي في التطوير، وانا ياما قلت كده، بس النهارده هنشرح بشكل عملي اكتر. جهاز من الاخر، الميزانيه بتاعتك لما بيكون في فئه محدوده اكتر حاجه بتضايق الناس، يقول لك انا مشكلتي ان انا كان نفسي معايا فلوس زياده اطور في اجيب كيسه اعلى في الامكانيات. فبيبت الجهاز ده انك انت تقدر تجيبه بالميزانيه بتاعتك اللي هي تحت ال 10,000 جنيه، وبعد كده لما ربنا يكرمك تقدر تطور فيه. تمام، خلينا اول حاجه نشوف ايه اللي احنا حاطينه في الجهاز، ايه اللي هنزوده فيه، وايه الاوبشنات اللي بعد كده ممكن نزودها. تعالوا كده نلقي طبعا نظره على الجهاز. خلينا نبدا على طول بس بالمداخل والحاجات دي عشان نخلص منها. اول حاجه من قدام عندك اربع مخارج من نوع 2 يو اس بي 2 و2 يو اس بي 3، وعندك هنا مدخل الهيدفون، وده الزرار اللي بيشغل الكيسه اللي هو زرار الباور، وعندنا مدخل دي في دي من قدام او سيد روم. عندنا من ورا في الديسبلاي بورت والديفايس، بس احنا طبعا مش هيشغل بالنا بيهم، احنا لسه هنركب كارت الشاشه وهنوصل فيه. عندك 2 يو اس بي 2 من هنا مدخل لان، ودول مداخل الماوس الكورت القديمه. 4 يو اس بي 3 من هنا، ودي مدخل لما توصل سماعه خارجيه، وده هنا الباور. تمام كده؟ طيب طبعا الكيسه دي انا مش عارف انا قلت اسمها ولا لا، انا عمال اشرح المداخل من غير ما اتكلم. الكيسه دي اسمها اتش بي زد 240 ورك ستيشن، وطبعا ورك ستيشن هي دي افضل فئه من فئات اتش بي للشغل، اشغال الشقه، الالعاب، للكلام ده كله. نبص بقى بصه كده على الكيسه من جوه. اول حاجه هنلاحظ هنا ده الباور سبلاي بتاع الكيسه، ولو قربت لي هنا يا ناس كده الباور ده 80 بلس بلاتينيوم، عشان ده هيخلي دي اجابه للناس اللي هتقول لي: يا يوسف طب انت دلوقتي الكارت الاركس 570 انت قلت ان هو على الزد 230، الكارت ده كان ساعات بيعمل ايه؟ ثروتلنج، ساعات الكيسه وقت الضغط بتقفل. مع ان المشكله انا يعني اللي ضايقني، يعني انا طبعا انا مش هطلع اقول معلومه غلط، يعني انا الكارت جربته تجربه فعليه والجهاز بيعمل ثروتلنج. واحد بيكتب لي في التعليقات بيقول لي: يوسف يعني انا دلوقتي ناوي اشتري الكيسه دي وكنت ناوي اجيب مع الكارت ده، مش ممكن يعني الكيسه تقفل او يحصل حاجه؟ فانا قلت له: اه هيحصل كده لما وقت الضغط. الاقي واحد كاتب له في التعليقات يقول: لا مش هيحصل حاجه، انا شغال بقى زي الفل. طب انت جايب الكارت جايز يكون اللي باعه لك عامل اندر فولتنج للكارت، مش واخد اقوى اداء ليه، مش مستهلك الباور على اعلى اداء ليه، او انت مثلا انت مشغل العاب مش مستهلكه الكارت على الاخر، فما حصلش ثروتلنج. انما ما تقولش لحد معلومه غلط تفوحوا فيها. انتوا فاهمين قصدي؟ انا اصلا التجميع اللي فات بتاع الزد 230 ما كنتش عارف احط فيها الجي تي اكس 1060 عشان التكلفه، لكن للاسف الجهاز كان بيعمل ثروتلنج كتير، فما حبيتش اعرض. انا عايز اعرض لك جهاز تاخده يريحك، مش جهاز يوجع لك دماغك. المهم، طيب يا يوسف انت ازاي النهارده الزد 240 برضه باور بتاعها 400 واط، والزد 230 الباور بتاعها 400 واط، ازاي انت بتقول الكيسه دي هتشغل الكارت ده كويس والكيسه الثانيه كان بتعمل ثروتلنج؟ هنا بقى اجي لك الاجابه في اللي مكتوب على الباور ده. هنا الباور ده المعيار بتاعه من 80 بلس، ده 80 بلس بلاتينيوم. يعني ايه 80 بلس بلاتينيوم؟ دي شهاده من 80 بلس بلاتينيوم، ده يعني الباور ده 400 واط فعلي، 400 واط يعني بيخرج 400 واط. طب الثاني لما دورت لقيت ان هو 80 بلس جولد. فئه الجولد ما بتطلعش 400 واط، 400 واط بتطلعهم مثلا 375 واط، 380 واط. فطبعا الكارت ده اصلا بيسحب 150 واط وقت الضغط الشديد، فطبعا الثاني مع 375 واط ساعات بيحصل ايه؟ الثروتلنج. هنا بعد تجربه كتيره واختبارات كتيره الحمد لله ما فيش اي ثروتلنج على الجهاز ده. تمام كده؟ طيب يبقى كده باور 80 بلس بلاتينيوم، باور محترم جدا 400 واط. طيب هنركب ايه تاني؟ طبعا هنا البروسيسور اللي متركب في الجهاز i5 6500 جيل سادس. تمام، وهكلمكم دلوقتي ايه الميزه برده في البورده وايه اللي هندعمه ونطوره قدام. عندك هنا اربع بنوك رامات، هنركب لك رامتين 4 جيجا كل واحده 4 جيجا، دي رام 4. ليه ما ركبتش واحده 8؟ لان لما احنا بنركب 2 4 بنقدر نعمل دول تشانل ما بين الرامتين، انما انت لو مركب رام واحده مش هتعرف تعمل خاصيه الدول تشانل. عايز تركب رام واحده بنفس التكلفه مفيش اي فرق، بس انت اللي راح، انا نصحتك قلت لك خلينا في رامتين. خلينا كده نركب الرامات.
طبعا احنا هنا كده خلاص ركبنا البروسيسور الاي 5 6500 عشان بس ما نضيعش وقت الفيديو، وهنركب كده الرامات معاكم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اكيد المساحات التخزينيه هنحتاج طبعا اس اس دي 128 جيجا اللي هنعمل عليه النسخه، وهارد 500 جيجا للتخزين، وطبعا الكيس هتشيل معانا هارد 500 جيجا تاني، وتشيل معانا هنا مكانين برضو الهاردات تاني. طيب خلينا نركب كده، بس كده كده احنا ركبنا الهاردات زي ما حضراتكم شايفين الاس اس دي والهارد ال 500. الكارت اللي هنركبه ده الكارت الار اكس 570 نسخه السفاير نيترو، ده 4 جيجا ديد رام 5. تمام كده كارت كويس جدا برضو، هيبقى اداؤه كويس جدا مع الكيسه اللي معانا. خلينا برضو نركب الكارت، انا بحب اركب لكم كل حاجه قدامكم عشان وانت بتستلم جهاز واخده شحن، عشان معظم الناس بيطلبوا مننا الاجهزه شحن يبقى شايف الجهاز اتجمع ازاي قدامه. الباور ده مشكلته ان هو بيخرج منه 6 بن بس، ودي مشكله معظم الاجهزه الافتراض ما بيخرجش من الباور 8 بن. كارت زي ده محتاج 8 بن. طب احنا بنحل المشكله دي ازاي؟ بنجيب الوصله دي، الوصله دي المفروض انها بتحول من ساتا، المفروض هي بتبقى كده بتركب كده اهي من ساتا، انا بركب من ساتا ل 8 بن. المهم يعني هي من 8 بن لايه؟ لساتا. ناس كتيره بتقول لك الوصله دي بتتحرق بعد فتره بتبوظ، طبعا هي وصله تعبانه مش قويه، فانت لازم تاخد بالك من حاجه. دي بقى النقطه المهمه، الناس بتعمل ايه؟ بتروح جايبه الهارد، طبعا بناخد من كابل الساتا اللي خارج من الهارد زي كده عشان ناخد منه الباور للوصله دي بالشكل ده. الناس بتروح مستسهله ودمج الاثنين دول مع بعض كده ومركبه كده، انت كده بتحمل على الوصله دي كل الحمل، يعني انت مخلي الكارت ياخد الباور كله من الوصله دي، ده غلط. الصح ان احنا نفك الاثنين، الوصله دي هتلاقي بيتفك منها الاثنين دول، وتوصل الستة بن بتوعك عادي اللي هم الستة بن دول خارجين من الباور سبلاي عشان ده كابل محمل ومحترم. طيب هنوصل ازاي بقى؟ اول حاجه هتوصل الاثنين بن عشان هو بيبقى طبعا متعب في التوصيل بتاعه، وبعد كده الستة بن توصله من جنبه كده بالشكل ده. احنا كده وصلنا اهو اثنين بن وستة بن، يبقى انا كده موصل التمانية، يبقى انا كده ما حملتش على الوصله دي غير سلكين بس. ف يعني الحمد لله احنا عملنا طبعا الموضوع ده مع كذا جهاز خرجناه، والحمد لله ما فيش اي مشاكل. زي ما قلت لكم انا متوقع ان اللي بيحصل معاهم مشاكل بيحملوا كل الحمل على الوصله دي بس كده. ده كده الجهاز اهو من جوه رامات 8، طبعا الجهاز بيدعم معاك لحد رامات 64 جيجا عادي ما فيش مشكله. وطبعا بقى البروسيسور دي اهم نقطه الناس بتسالنا فيها، طبعا قلت لك هنا الباور 400 واط فعلي. الباور ده شغل معاك الكارت الار اكس 590 ال 8 جيجا، يشغل معاك الجي تي اكس 1060 ال 6 جيجا او 1660 ال 6 جيجا، فالباور هنا كويس. يعني معنى كده يا يوسف ان الكارت اقدر اطور فيه بعد كده. دي نقطة تانية للكيسة اللي هي بتدعم التطوير، حتة البروسيسور، الكيسة دي معانا البروسيسور معاك بتدعم لحد اي 7 جيل 7، يعني البوردة دي بتدعم معاك جيل 6 وجيل 7، هي متركب فيها اي 5 جيل 6، ممكن تطور تحط اي 7 جيل 6، ممكن تطور تحط اي 5 جيل 7، ممكن تطور تحط اي 7 جيل 7، بس انت لو عايز تاخد نصيحتي وقت ما تطور حط الاي 7 جيل 7 وريح دماغك. طب يوسف انا بجيبه منين او بعمله منين؟ هتلاقي في ناس بتبيع بروسيسورات بس، ده شغلها، هم بيعملوا تجمعات وعندهم البروسيسور، بتقول انا معايا بروسيسور اي 5 6500 وعايز ابدله مثلا ببروسيسور اي 7 7700، بيقول لك الفرق بيكون حوالي 2000 جنيه ما بين الاي 7 7 والاي 5 السادس. انا للاسف ما عنديش حاليا الاجهزه غير اي 5 السادس، عشان عارف ناس هتقول لي طب انا عايز اي 7 7 من دلوقتي. تمام كده. ميزه ثانيه في البورطه دي، قرب كده يا ريتنا كنا وريناها بس قبل الكارت، بتدعم معانا الام في مي اف اس دي ام دوت 2 ام في مي، اهو بيركب هنا بالشكل الطولي ده وبيتربط بالمسمار ده اس اس دي ام في مي، ودي بورده حديثه كويسه جدا معايا. طب يا اسف انت ليه ما حطيتش ام في مي؟ للاسف ما لقيناش ام في مي 128 جيجا، فحطينا اف اس دي عادي 128. تمام كده. ده كده الكيسه بالمواصفات اللي احنا وريناها لكم، وخلينا بقى ندخل في تجربه الالعاب بتاعتها ونشوف الاداء بتاعها في الالعاب. هنبدا باول تجربه معانا وهي لعبه ببجي. عايزين بس نشوف الاول الاعدادات اللي شغاله، اللعبه شغاله على اعدادات ايه. تمام دي كده اللعبه، الاعدادات اللعبه شغاله عليها. ماشي، اللعبه شغاله على 60 فريم، من 50 ل 60 فريم. شكرا يا ناس، شكرا ليك. يعني احنا بس عايزين نصور بس اداء اللعبه وخلاص. هي 60 فريم وقت الفايت، يعني ايه توصل ل 40 ل 50 فريم زي ما احنا شفنا كده. يعني خلاص كويس عشان الفيديو برده ما يبقاش طويل كده، كويس جدا ليك. ولا انت بترجع تاني؟ ماليش قوي في اللعبه دي. ماشي خلاص، يعني كده كفايه عشان بس ما نطولش قوي في الفيديو. ماشي كويس قوي. هنبدا بتجربه اول لعبه معانا، لعبه ريد ديد ريديمشن 2. هوريكم جزء واحنا بنلعب والفريمات اللي شغاله، وبعد كده نشوف اللعبه يعني هتبقى شغاله طبعا على ايه الريزولوشن بتاعها والامكانيات بتاعتها. تمام. طيب اللعبه زي ما احنا شايفين كده شغاله معانا على 45 فريم، من يعني خلينا نقول مثلا من 43 ل 50 فريم. طبعا الادارات احنا عاملينها على فول اتش دي 1920 في 1080 على الترا. طبعا الادارات هنا عاليه جدا على فكره، يعني كادات للعبه وبالمواصفات دي.
لو برضو شفنا درجة حرارة الكارت هتلاقي درجة حرارة الكارت بتلعب برضو في رينج 69 70، عشان الناس تبقى عارفة احنا بنختبر درجة حرارة الكروت الار اكس مثلا او اي كارت عموما افتراض، بنهتم جدا ان الكارت مثلا يكون درجة حرارته في رينج تحت ال 75، ده مقياسنا انتوا فاهمين قصدي؟ فدرجة الحرارة تعتبر كويسة جدا بتاعت الكارت ده، وخصوصا كمان ان هو كارت تعديل. طيب كده وريناكم الفريمات، زي ما انتم شايفين الفريمات ما شاء الله ثابته على 45، مش مثلا بتنزل وتطلع والكلام ده، لا الفريمات كويسه جدا في اللعبه. طبعا بعد التطوير اللي هتعمله اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده الفريمات هتطلع معاك اضعاف اضعاف عن كده، تمام. طيب خلاص كده اللعبه كفايه كده من اللعبه، انت حايف قوي اللعبه دي، انا بحس بطول قوي فيها. طيب تعالى كده نشوف الامكانيات بتاعتها اللي احنا عاملينها. اول حاجه 1920 في 1080، انزل تحت كده هتلاقيني عامل لك اللعبه هنا اهو على الترا. طبعا التكستشر كواليتي دي اهم حاجه في اللعبه، دي الاساس بتاع الجرافيك كله. بعد كده بقى في حاجات تانية بقى، الشادو الووتر فاهمين، اللايتنج كواليتي، احنا عاملين هنا الحاجات دي بقى على هاي وميديوم. ممكن على فكره اعملها كلها الترا، بس هيبقى استهلاك الكارت اليوزج بتاعه على الاخر، فانا بقول لا يعني عادي كده كده الحاجات دي مش مهمه، بس ممكن نعملها وتشتغل برده معاك، هتبقى حوالي مثلا 40 فريم لو زودنا الحاجات التانيه. بس انا شايف الحاجات التانيه دي مش مهمه قوي قد التكستشر كواليتي اللي هي اهم حاجه، احنا كده مخلينها على الترا، واللعبه زي ما احنا شايفين كده 47 فريم لحد 50 فريم، يعني ممتازه جدا في النقطه دي. ماشي يا تمام. اللعبه اللي بعد كده لعبه هيتمان 3، وللعلم اللعبه دي يا جماعه بتبقى فيها ثلاث اجزاء 1 و2 و3، تمام. اللعبه زي ما احنا شايفين كده، ركز على الفريمات، شغاله معانا من 55 ل 60 فريم، تمام. طبعا بنحاول زي ما احنا كالعاده نصور لكم جزء من اللعبه، وبعد كده بنروح شايفين بقى الجرافيك اللي احنا عاملينه عليها. طبعا انا بهبل يعني عشان اي حاجه كده يعني، لكن ايه اللي بيلعب اللعبه عارف طبعا ازاي انت شغال فيها، تمام كده يا جماعه. طيب اعتقد كده نشوف بس الامكانيات بتاعتها عشان ما نضيعش وقت. تعالوا كده نشوف احنا عاملين الجرافيك على ايه. طيب انا بصينا هنا كده اهو 1920 في 1080. لو انتوا فاكرين لعبه لما كنا مجربين على 1060 كارت 3 جيجا ما كناش عارفين نعملها هاي. طبعا بص بقى هنا بقى ده ميزه ان الكارت يكون معاك الفيرام بتاعته عاليه، خلينا 4 جيجا عادي، تمام. اي مواصفات هتخليها الترا اهي، طبعا اللعبه شغاله معانا عاديه كده على الترا اعلى مواصفات 1080، شغاله معايا 60 فريم ثابت اهو. نصور ماشي، يلا نشوف اللعبه اللي بعدها عشان ما نتخطاش في الفيديو. اللعبه اللي بعد كده اللي هنلعبها لعبه بيس 21. في ناس كتير بتقول لي انت ليه ما بتجربش بيس 24 او بيس احدث من 21؟ والله يا جماعه كل الالعاب اللي بنجربها دي عشان الناس تبقى فاهمه، دي العاب بتبقى موجوده على الجهاز، يعني احنا بنستخدمها وبنلعبها، مش بنزل العاب مخصوص بصراحه للفيديوهات. بس ان شاء الله انا بنحاول ننزل لكم بيس 24 عشان بعد كده بنجربها برضه عشان ناس كتيره طلبتها مني. لكن الجهاز ده مليون في الميه شغاله، عشان الناس اللي بتسال، اي جهاز من الاجهزه اللي هي بتشغل لعبه مثلا بيس 21 على اعلى جرافيك يبقى كده هتشغل معاك بيس 24، تمام. الفريمات طبعا 60 فريم ثابتين عشان بس ما لحقناش نصورها، بس هي كده كده احنا جربتها لكم كذا مره، البيس 21 60 فريم ثابتين في اللعبه. تعالوا كده نشوف الاعدادات اللي احنا عاملينها. طبعا 60 اطار في الثانيه 1920 في 1080. خش لي كده على المواصفات زي ما احنا شايفين كده اللعبه كده كل حاجه فيها تمام، مفيش حاجه فيها مثلا ادائها سيء او حاجه، تمام. طيب نخش في اللعبه اللي بعدها. اخر لعبه معانا النهارده هنجربها لعبه فار كراي 5، وطبعا انا بجربها لكم ناس كتير طلبتها مني. تعالوا كده نشوف اللعبه 1920 في 1080 والجرافيك كله على الترا، طبعا معمول هاي ده هو اقصى حاجه برضو، تمام كده ماشي. تعالوا نشوف كده كام فريم، هحاول اجي من جنب الشمال بس عشان اعرف اصور لكم الفريم بتاع اللعبه، من 50 لحد 55 فريم، لا ساعات بتوصل 60 فريم كمان اهو، تمام. معلش بقى اللعبه في الاول، طبعا بصراحه انا ما لعبتهاش دلوقتي، انا خلصت فار كراي 4 لكن 5 دي ما عنديش وقت العبها بصراحه خالص يعني، فعشان كده ده الجزء ده اللي لعبها اكيد عارف ان ده اول جزئيه فيها. انا برضو شايف ايه حصل دروب فريم لو انتم ملاحظين كده، بس هي خلاص يعني هي ثابته معاك من 50 ل 60 فريم خلاص. طبعا دلوقتي عشان كمان قافلين الفي سينك، لو فتحت الفي سينك هتثبت على 60 فريم، عشان بس في ناس طلبت مني تقفل الفي سينك وانت بتجرب العب عشان نشوف الفريمات، عشان لو هي اكتر من 60 فريم برضو نبقى احنا عارفين ما تبقاش اقصى حاجه 60، تمام بس كده. طيب بعد ما جربنا الجهاز طبعا زي ما احنا شفنا قايد الالعاب بشكل كويس، هيقيد لك معظم الالعاب اللي انت عايزها بجرافيك كويس بالمواصفات دي، وكمان بقى انت لو طورت زي ما قلت لك كده في المستقبل حطيت بقى اي 7 جيل سابع مع بقى خليت الكارت 8 جيجا زي الار اكس 580، طبعا الموضوع مش هيكلفك كتير يعني، فرق بروسيسور 2000 جنيه مثلا والكارت 1000 هتدخل لك في حسبه 3 3 ونص لما تبقى تحوشهم قدام، هيقلل الكيسه في حته ثانيه. بس فهو ده ميزه الكيسه دي، التصوير فيها حلو قوي في المستقبل.
طيب الكيسه دي هنزلها لكم بكام؟ بالمواصفات اللي احنا قلناها، هكتب المواصفات جنبي وتحتيها السعر، يبقى كده كيسه كور اي 5 جيل سادس 6500، رامات 8 جيجا ديدرام 4، اف اف دي 128 جيجا، هارد 500 جيجا، كارت شاشه ار اكس 570 4 جيجا ديدرام 5، والباور سبلاي 400 واط الاي تي بلس بلاتينيوم. الكيسه بكل المواصفات اللي احنا شفناها دي هتبقى عامله 8750. بعد كده لما ربنا يكرمك تحوش حدود ال 3 3.5، تقدر تطورها زي ما قلنا الاي 7 جيل 7 مع كارت زي الار اكس 590 8 جيجا، طبعا هتبقى حاجه محترمه جدا. الناس اللي بتسالني على الشاشات، انا خلاص بصوا يا جماعه، انا من عادتي ما دام صورت الشاشه في فيديو ما افضلش اعيدها واشرحها تاني في فيديو او اصورها تاني، بس انا للتذكره كده عشان في ناس بتفكر ان الحاجه خلصت. فريملس الاي او سي عرضناه بفضل الله، جبنا 3 دفعات، يعني انا الحمد لله عرضنا دفعه في الثانيه في الثالثه، مش كل مره بروح مصور، انا خلاص نزلنا فيديو موجود على الكتالوج، الناس عارفه ما دام الحاجه موجوده على الكتالوج يبقى هي متوفره. طبعا دي اي بي اس 24 بوصه بسعر محترم جدا، فيها كل المخارج وسماعات داخليه، تشتغل معانا 75 هرتز، وعندي كارت شاشه عامله 2100، سعرها محترم جدا. وكمان ميزه البيكتشر بوست طلعت حاجه روعه، يعني ناس كتيره جت وانبهرت بالميزه دي، مش موجوده في شاشات فريملس كتيره، او مش موجوده في ولا شاشه فريملس. يعني عايز شاشه بفريم وتكون ميزتها اقتصاديه اي بي اس برضو، الفوجيتسو ابيض شمع بفضل الله بالقعده الاصليه بتاعتها عامله 1550، فيها فيجا وديفاي وديسبلاي بورت، وبرده فيها سماعات داخليه. انا عرضتهم بس بشكل سريع عشان الناس عارفه ايه اللي موجود 24، وعندنا حاجات تانية 24 بس ايه قطعتين ثلاثه، انما دول اللي موجود بفضل الله منهم كميات. الاي او سي فاضل منها حوالي 40 شاشه، ودي اخر دفعه جايه، مفيش منها تاني غالبا. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، فيديو كده حوالي 10 دقائق سريع كده. نتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عايز تطلب التجميع دي متاح شحن بدفع مسبق، او بتشرفنا في المحل في العنوان المكتوب تحته وبتستلمها ان شاء الله. ونتمنى يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. كان معاكم يوسف الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.